يحاول أن يأتي بآية أو حديث أبدا. استغفر الله ثم قال: أيها الناس، أنتم إلى إمام فعال خير لكم من إمام قوال، وأقم الصلاة. يقال أن هذه من أبلغ الخطب التي قيلت في عصر الخلافة. أنتم عايزين حاكم يعمل لكم، الحاكم يقول لكم، عايزين ولي أمر يتكلم كثيرا يعمل، سبحان أنتم إلى إمام، سبحان الله. وكان يوجزون القول. الرجل أمير المؤمنين في بغداد رأى أن واليه على مصر يعني كثرت الشكاوى فيه، مش بيبعت له رسالة بسيطة يقول له إيه؟ قل شاكروك وكثر شاكوك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. كلمتين ورا الضغطاء، عامل زي هند كده زوجة الحجاج، تعرفونها؟ تسمعون القصة؟ طب إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله. هند زوجوها قصرا للحجاج، الحجاج قال لأبوها أنا أتزوج بنتك، بالله عليك الرجل يقول له إيه؟ الحجاج ما كانش بيت، ما عندوش تفاهم، لغة التفاهم من ثقلت عليه رأسه فأنا أحملها عنه، حنون يعني، سبحان الله، أنا اللي رأسه ثقيلة أشيلها عنه خلاص، أنت شايل رأسك ثقلت عليك شيلها لك، سبحان الله. ومن كان له داء لا يشفى منه فعندي دواء، هو الدواء عنده جاهز. المهم زوجوا هند، رأت هند أن الحجاج قاسي خارج البيت وقاسي داخل البيت، فجلست أمام المرآة تمشط شعرها وهي لا تدرك أن الحجاج خلفها، فبتقول إيه، بترنم يعني، بترنم، قل وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل. حجاج واقف بس مش واخد بالك، يعني سبحان الله العظيم، إنما هند مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن أنجبت مهرا فلله درها، وإن أنجبت بغلا فمن ذلك البغل. ونظرت في المرآة وجدت مين؟ الحجاج من كبريائه وصلفي وجبروته رجع الديوان ونادى خادما له، قال: أبلغ هندا في كلمتين أنها أصبحت طارقا مني، لو قلت لها الكلمة الثالثة لقطعت رأسك. كلمتين بس، الرجل ضرب أخبار إنسان، أصلا يقول الحجاج يقول لك، دول كم كلمة؟ يقول الحجاج. الولد راح من الاختراع، الحاجة وليدة الاختراع يعني، خلي بالك انت، فقال لها: كنت فبنتي، يعني كنت ايه؟ زوجة، فبنتي يعني ايه؟ اصبحت. قالت: كنا فما فرحنا وبنا فما حزننا. الحمد لله. وصلت القصة على كفوف الراحة إلى دمشق، حيث عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين أعجب بهذه الشخصية العظيمة، انقضت العدة، خطب هند. للعبقرية دي نشؤها. اشترطت هند لموافقتها أن ينتقل هودجها من بغداد إلى دمشق، والذي يقود ويمسك خطام الناقة الحجاج نفسه. ويا ويلك إذا وقفت أمام من يستطيع، خلي بالك. تفاهم ونفاهم. يعني تقفش امام القطار ولا تاكل مع الاسد، يعني كل مع الارنب مع الظبي يعني. المهم الحجاج بامر من امير المؤمنين: يا حجاج، قد خطام زوجة امير المؤمنين. ما خلاص زوجة امير المؤمنين. فركبت الهودج والقت على الارض دينارا من ذهب، قالت: يا غلام، انت ولد، خد بالك، انت مين الغلام ده؟ ده اللي مجنن الدنيا، خد بالك، قتل 120,000، سبحان الله، لا اله الا الله. يا غلام، ناولني هذا الدرهم، يا متعمدة. فامسك الدينار، قال: هذا دينار يا سيدتي. الدينار 100 درهم. قالت: الحمد لله الذي ابدلني بدل الدرهم دينار. دي تصفية حسابات، خد بالك انت، تصفية ايه؟ حسابات. فأنا أعود إلى فقه المسؤولية وأقول أن الذي يدرك مسؤولية القرآن والإيمان في قلبه
يتحرك وفق المنهج. كيف يتحرك وفق المنهج؟ أن كل صفحة من المصحف تقراها تتوقف. من الذي مدحهم الله هنا؟ مدح فلان وفلان أو صفة فلانية والفلانية. طيب أتوقف، هل هذه الصفة موجودة فيها؟ طب إن لم تكن موجودة أعمل إيه؟ ابتدي إيه؟ يراجعها. تمام؟ طب هذه الصفة المذمومة، ها؟ هذه الصفة هل هي فيه؟ إن كانت فيه أنوي التوبة. يبقى القرآن مع التدبر مع العمل. ولذلك إبراهيم بن أدهم لما فصل من الشام يعني يقود رحلة الحج، فالمريدين مؤدبين يعني قالوا إيه، إحنا ما نبدأش تلبية إلا لما الإمام يبدأ. فسكت الإمام، سكت الإمام، سكت إبراهيم سبحان الله. فقالوا له يا إمام ألا تبدأ بالتلبية؟ قال والله مرتجف قلبي خشية أن أقول لبيك اللهم لبيك، يقول له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. خايف، عنده خوف سبحان الله العظيم. ولذلك قالوا للحسن البصري انت ليه هادي كده، احنا كلنا الغلاء يهزنا والاحداث تهزنا، مرض الولد يهزنا، غضب الزوج يهزنا، القطيعه ما. قال امور اربعه، شوف مسؤوليته نحو فهمه لدين الله. علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. قلبه في طمأنينة. العرب يقول لك ايه يا شيخ، قطع الاعناق ولا قطع الارزاق؟ يا استاذ افهم، لا يقطع الارزاق من قبل الله الا موظف واحد موكل بقطع الرزق، ملك الموت. بس لما ياخذك يبقى انقطع رزقك، موكل من قبل الله ان يوقف رزقك، ويقف عند الباب بعد قبض روحه ويقول والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحد. يعني إذا ملك الموت هو الموكل الوحيد، مش حاجة اسمه واحد يقطع رزقه، لا بالعكس. ليه؟ لأن أنت وأنت في بطن أمك من أين تأكل؟ من باب الرزق واحد، الحب السري. تنزل من بطن أمك يغلق هذا الباب، يفتح لك بابان في صدر الأم، لبن دافئ في الشتاء وبارد في الصيف، بدل ما كان باب بإيه؟ بابين. إذا فطنت فتح لك أبواب أربعة، طعامان وشرابان، طعامان النبات والحيوان، وشرابان الماء واللبن. فإذا كنت صالحا وقبض روحك ملك الموت أغلقت الأبواب الأربعة، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. يبقى متوالي هندسية، متوالي إيه؟ هندسية، يغلق باب يفتح بابين، يغلق اثنين يفتح إيه؟ أربعة. فالإنسان يجب أن يثق في قضية الرزق. قال رجل إن الدقيق قد غلى يا إمام في بغداد. الدقيق بقى غالي ونعمل إيه؟ قال والله لو صارت حبة البر، حبة القمح يعني، حبة البر بدينار من ذهب، دينار ده ما حملت همها. قالوا ليه؟ قال أنا أعبده كما أمرني وأنتظر أن يرزقني كما وعدني. هذا اليقين، هذا اليقين سبحان الله. مادام يقين، يقيني بالله يقيني. يقول علي هكذا رضي الله عنه، يقيني بالله يعني ثقتي بالله، ها؟ تقيني فعل، يقيني تاني فعل، يعني يقيني من الايه؟ من الوقاية سبحان الله. فإذا المؤمن الصادق يسمع كلام الحسن، رزقي لن يقوم به، لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، والله مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية وأن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. قالوا يا حسن من أين هذه الحكم؟ قال سمعت جعفر الصادق يقول، سليل بيت النبوة، قال يا حسن، قال أوصني يا سيدي، كان الشيخ أبو حنيفة والحسن البصري سبحان الله، يقول يا حسن أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمره، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه وسكنت داره فأعد له جوابا وليكن صوابا. ليه أعد له جوابا؟ انت ليك تحت، نختم المحاضرة بما يخرج لنا من فقه المسؤولية ومسؤولية عن الآخرة وآخرتك،
يخرج لك من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر. يا عبدي اطلع عليها اطلاعة. تقول يا رب انت لست بظلام العبد، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يطلع العبد يسأله رب العباد، عبدي هل ظلمك حفظتي؟ هل الحفظة ظلموك في شيء؟ انت طلعت على كتابه. يقول لا يا رب. يقول له ألك حسنة مخفية؟ في حسنة لك الملائكة استثقلوا دمك ما كتبوهاش؟ قال لا يا رب. السؤال الثالث عجيب، ألك عذر تعتذر إلينا به؟ في عذر، ظلمت أخوك وخدت أرضه وخدت بيته وظلمت الناس وغتبت الناس وحطت في أعراض الناس ووبخت العلماء وقعدت تعمل شماعة عشان ما تحملش مسؤولية الحكام والعلماء والإعلام. طب وأنت أين مسؤوليتك أنت؟ هو أنت يعني سبحان الله العظيم لما تنزل القبر هيسألك أنت كنت ديمقراطي ولا جمهوري، ولا أنت كنت تبع حزب العمال ولا المحافظين؟ مش هيسألك الأسئلة دي، الأسئلة معروفة. ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يقول لا يا رب. الصحابة يقولون أو يقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. بس ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ يعني سبحان كان عمر الله يرضى عليه لما يرجع زوجته تطبخ يقرب إصبعه من النار وده ابن الخطاب، ألك صبر على مثل هذا؟ تصبر على كده؟ تستطيع؟ سبحانك يا رب العباد. فالعبد من فقه المسؤولية أنه يراعي أمورا ثلاثة ننهي به درسنا. الأمر الأول سبحان الله، أثق ثقة مطلقة أنني مسؤول عن الإسلام مسؤولية كاملة وأنا على ثغر، لأننا كلنا دعاة إلى الله. نعم ليس كلنا علماء وفقهاء، لكن دعاء إلى الله بسلوكنا، حتى إذا يعني رآنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يسر بنا فيصير كل واحد نسخة مصحفية تسير على قدميه.